لعبة تيكة جديدة. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد، احمد سامي، وحشتوني والله. ناهيك عن الفيديو الصوت بتاع امبارح. يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، عملنا لعبة تيكة جديدة، خلينا اوريلك. هي دي The killer version 2.9 main menu login على طول. connect معايا Uncharted area صباح Amphibus is part of the master's team. هلو، يعطيكم العافية جميعا، أتمنى أنكم بتكونوا بخير. طبعا شكرا أحمد على استضافتي معك بالفيديو. وقبل ما نبلش بصراحة يعني لايك، وإذا ما كنت مشترك اشترك، غير هيك ما يعني وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة أكيد. First of all خلينا أشرح لكم إيه الموضوع. بص يا شباب، إحنا نقلنا لسيرفر تيك جديد. ليه نقلنا للسيرفر ده؟ يعني خلينا أقولك أنا وأحمد إن نقدر نقول يعني احنا اتطردنا من السيرفر القديم، صح احمد؟ ايوه خلاص، بالظبط يعني هذا اللي صار. هم زي ما تقول كده استفادوا مننا في التطوير، وبعدين صاحب السيرفر محمد مشان، فاحنا عملنا سيرفر جديد. طبعا السيرفر بتاع محمد وقع بقناه التيم توك بكل حاجه تخصه وقعت، فاحنا عملنا حاجات جديده. ففي سيرفر تيكي دلوقتي، واحنا اشترينا هوست جديد. وبمناسبه فكره الهوست، شكر خاص لمحمد الماجد من الكويت، لان هو ساعدنا كتير قوي عشان الموضوع ده يجي للحقيقه. وشكر طبعا لاحمد صباح، لانه برضو يا جدعان بجد احنا بذلنا مجهود كبير عشان الموضوع ده يبقى موجود هنا، لكن الحمد لله بقت موجوده. حبيب قلبي احمد، كله بيرخص كرمال اللاعبين. حبيبي فعلا، هو كلامه صح، اهم حاجه عندنا متعتكم معانا ان شاء الله. فاللعبة الجديدة فيها حاجات كتير وفيها مميزات حلوة، والسيرفر أسرع بكتير من السيرفر القديم. قول لهم كان بيحصل إيه لما بنحاول نعمل حاجة، قول لهم. هلا الفرق بين السيرفر الجديد والسيرفر القديم بصراحة، السيرفر الجديد ثابت أكثر، في هيك بتحسه ثابت، مش يعني مش لما تيجي تعمل لود للمابس كأنت كمطور أو كأدمن تعمل رودات لماب معينة يعمل مثلا شوية لاج، لا هون ما في. يعني هون تقريبا اليوم قعدنا انا واحمد من الساعة 1 للساعة 4 الفجر لحد الان، ما عملنا غير مرتين ريبوت بس. بالظبط، وريبوت عشان نحدث، مش السيرفر هنج او في حاجة فيها مشكلة. اكيد. وطبعا عندنا مابس كتير جدا دلوقتي، انتوا اخر حاجة شفتوها كانوا مش عارف 14 ماب، لا هما دلوقتي بتاع 26. في مابس كتير وفي اسلحة اكتر، ودفنا طيار هليكوبتر، و في ماب برج الجحيم، وفي فويس شات جاي قريب. واحمد يقول لكم حركت عليهم يا احمد هيك. قول لهم ان احنا عندنا العاب تانية بقى ان شاء الله ناويين نجيبها كمان. ان شاء الله ان شاء الله، يعني في سورسات لالعاب تانية ان شاء الله رح نشتغل عليها اكثر ونطور ونعدل عليها حتى تكون على يعني قمة الرفاهية لكم. بالظبط، بأفضل شكل ممكن نقدر ان احنا نلعب بيه. اكيد. فمش هنطول عليكم بقى، انا عايز بس اوريكم الماب الجديده اللي هي طريق للجحيم. انتر تشات سلاش تكست بيستد. تريجرز ماب بريس انتر. او ماي. شايفين انتر الموضوع؟ اتمنى طبعا ان انا ما اقعش دلوقتي عشان اعرف ادي ليه. احاول العب. طبعا هو مكان جميل جدا من الاماكن الجميله. انا مش هقعد اوريكم المباني الجديده لانها كتير، وانا مش عايز اطول في الفيديو ده، مجرد تحديث. ده احنا اللي عاملين الموضوع مستصعبينها. بتعرف شغله؟ انا ما بنبل حالي غير بالادمن كمان لإلها بصراحه، يعني هي عشان احكي لكم الصدق يعني. اكيد عادي، ما اني مشكلة يعني، ما بس هي بصراحة عن جد صعبة كثير، صعبناها عشانكم لانه انتم طلبتوا اشي صعب. بالظبط، انا بقع. المهم تقدروا ان انتم تحملوا اللعبة من الرابط اللي موجود في الوصف بتاع الفيديو دلوقتي.
ورفعناه على جوجل درايف عشان تبقى اسهل بالنسبه لكم عشان تقدروا تحملوا، لان في ناس كانت بتشتكي من الرابط القديم وان الصفحات ما تفتحش معاها. فشوفوا ده مناسب ليكم، لو عايزينها على دروب بوكس هنرفعها على دروب بوكس برضو اللي يريحكم. احنا موجودين عشان نسهل لكم. اكيد 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 بالظبط. وترقبوا ان شاء الله موقعنا الرسمي باسم الاسم شو يا احمد؟ لا 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 مش للدرجه دي، كفايه مفاجآت. خلاص مش رح نه خلاص خلاص. تاني ان شاء الله نكلمكم وهعمل لكم تيتوريالز اشرح لكم عن الالعاب، وان شاء الله احمد هيطلع معايا فيديوهات بعد كده نلعب انا وهو سوا ونتسلى. بتشرف اكيد ان شاء الله. بس كده عشان ما اطولش طبعا، على فكره ان كل ده بقى على تحت. مش طول عليكم، اللينك في الوصف وفي رابط جروب على الواتساب بتاعنا اسمه بيت الالعاب، تقدروا برضو تنورونا، وفي بيت الالعاب باللغه الانجليزيه لو عايزين تكونوا معانا. وفي النهايه خليني اقول لكم على حاجه انا واحمد مع بعض، اسمح لي اقولها بالنيابه عنك كمان. اكيد اكيد كامل الاحترام طبعا لمحمد سليمان ولعبد الله حيدر، يعني هو طبعا في مشاكل بتحصل في الالعاب زي ما انتم شفتوا، ان حصلت مشكله قبل كده مع عبد الله عن طريقه الاداره، وحصلت مشكله مع محمد وهو صحيح كرشنا من السورس عشان يفيد حد تاني. بس يعني ان هو برضه صاحبنا وحبيبنا، فما حدش يقدر يتكلم. اوكي فخلينا اقول لك الموضوع ده. حاجه تانية، الفايلات بتاعتكم للاسف ضاعت، وده يعني هو ما رضيش يديها لنا، انا اسف يعني. صحيح، فمعلش اتفضلوا. هو حرام، هو يعني احكي لي انه الباك اب مش موجوده، فبدهوش يعطينا ولا بده يعطينا معه؟ هي ضاعت منه، هو طير السيرفر كله باللي عليه، ففايلاتكم مش موجوده. احنا كادمن شغلنا اكتر بكتير ضاع من الفايلات، بس غير ان فايلاتنا ضاعت، انا كنت قاتل 5000 يا جدعان وضاعوا، وفتح الاتشيفمنتس كلها. المهم اتفضلوا نورونا في اللعبه الجديده، وان شاء الله احنا هنقوم معاكم بالواجب، ولا يا ابو حميد؟ اكيد اكيد، تعويض راح يكون لكل اللاعبين اللي كانوا بالسورس معانا قديما، وراح يدخلوا هون ويلاقوا تعويض احسن بكثير. وبصراحه راح نعمل اشياء ومسابقات في اللعبه بتخليكم عن جد ما تطلعوا منها. بالظبط كده. فمن غير ما نطول عليكم عشان الفيديو ما يطولش مننا بزياده، هو ده كان كل اللي انا عايز اقولكم النهارده. الروابط في الوصف بتاع الفيديو، سيبوا لي رايكم في تعليق، وجربوا السيرفر وانضموا معانا في الجروب، ودعواتكم لنا بالتوفيق. شكرا لك يا ابو حميد، انت نورتني النهارده حبيب قلبي. هلا اخر حاجه بقى نقولها لهم، لايك وشير وسبسكرايب. والله يا جدعان لو دوست لايك اكيد هنبسط. لا هذا اكيد وشير احمد هينبسط، ولو دوست بقى اشتراك في القناه يا هننبسط احنا الاثنين. صح يا ابو حميد؟ اكيد. يلا شباب، سلام عليكم.